أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام أو في قناة الحقيقة الفضائية معنا السيدة حافظة العيدي اللي كانت كتعاني من أعراض للسحر والمس مدة يعني تقريبا تجاوزت 30 سنة. هاد السيدة اللي يعني ظهروا عندها بزاف ديال الأعراض النفسية أيضا أثروا على الحالة ديالها يعني والحالة الاجتماعية ديالها مع الأسرة ديالها مع الأبناء ومع الزوج، خلقوا لها مجموعة من المشاكل اليومية في حياتها وتغيرت حياتها، ولكن الحمد لله يعني ربي كيفما قال أنه جعل لكل داء دواء، فالحمد لله يعني من مركز دكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية كان العلاج ديالها من خلال تناولها لجرعة عبارة عن مكونات ومنتجات طبيعية 100% زيوت عسل وأعشاب. فهي اليوم معنا باش تحكي لكم على التجربة ديالها المرضية قبل وبعد العلاج من مركز دكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية، فتابع معنا. الاسم ديالي العيدي حفيظة، كنسكن في الدار البيضاء، مرضت في 1991 حتى 2019، عاد توجهت للمركز الدكتور الهاشمي. الحمد لله المرض ديالي نهار 3 ايام، كنت والدة نهار 3 ايام تقصت في النفس، كانوا عندي العيالات معروضين نهار 3 ايام، شويه شعلت لي العافيه في وجهي بحال شي حاجه حاره، كنحس بالدوره ديال وجهي. صافي قلت لبنتي راه ليا الماء نغسل وجهي، فعلا جابت لي الماء غسلت. هي هذيك الناس تعشاو وخرجوا مع المغرب، شويه كنحس براسي، قلت انا الدريه نطلقها شويه ترتاح، حطيتها ترفعت ما تنعست ما عرفت كيفاش وقع ليا. كنشوف ديك البنيه بحال كتحبو، طيح ليا من الناموسيه، جات واحد المراه تهزها شغلت كما وضع ليا ما بحال شي مطرقه ولا شي حاجه ضربتيني لهاد الكنت ديال راسي. صافي هي هذيك، الراجل ملي تسمعني جاي كيجري قال لي مالك سمعت الشهقه ديالك مالك، قلت له ودي راه قضيه فيها فيها، قال لي يكون خير ان شاء الله، قال لي انت كتجمعي العيالات راه شي عين ولا شي حاجه، قلت له الله اعلم. لحقت الوحده ديال الليل نيو في ديسين بالدم رعفت، هي هذيك صافي الصباح صبحت ماشي هي هذيك، صبحت بحال بغيت نفقد الوعي، كيجينا الضحك ثم قلت انا كل ناس نشرب لا والو 20 يوم لا نعاس لا ماكله لا والو. درت 7 ايام تدوز ليا، قالت لي الطبيبه راه ربما يكون فيك بصفير وش حاجه، حيت انا دم النفاس ما بقاتش فيا نهائيا، ما صبحتش فيا نهار 4 ايام، ما صبحتش فيا ضربت نهار 3 ايام نهار 4 ايام ما صبحتش فيا الدم ديال النفاس. قالت لي ربما يكون فيك بصفير حيت داتي كلها وليت انا كلي صفراء. قالت لي ديري واحد التحاليل ديال الكبده، هي ديك من درتها ما عندي والو، فقر الدم ما عنديش ما عندي حتى شي حاجه. صافي ما حدي غاده وكنفقد الوعي، وليت تنضحك كنقول لها ودي والدريه راه مريضه غتموت، وهي هذيك الراس والخوف نعس لا بالليل لا بالنهار وناكله فاش كناكل اللي جابوها ليا بحال ما عطيتش واكله كناكل وشبعانه. مشيت دوزت ثاني عند واحد اخر قال لي غادي تحيدي للدريه الحليب غنخرجك واحد الدواء شويه مجهد، طلعتني سخانه صافي دات فيا سخانه سخانه هذيك الحراره ما شاء الله، صافي ما كيطفيها لا ما ولا تلج. كنت نقول لهم الموت هذه وهذه يعني من راسي الراس اش كنعقل لا على ولادي لا على راسي لا حتى حاجه، ترفعت نوبه واحده. صافي ملي كيما كحيت الدريه فطمتها وليت تنشرب داك الدواء وكيدقوا ليا ملي تيقول ليا البرا صافي كنعواش، ولاو كيما كيعيطوا ليا لعائلتي وهذا. منين جات عمتي قلت لها ودي ما تمشيش انا غنموت غنموت والدراري ما كاينش اللي بيه ولا والو، قالت لي ما تموتي والو راه تقصتي خصك تسبي ولا خصك تشوفي شنو. قلت لها لا ما نسببش عمتي راه هذاك شي حرام. شويه هي هذيك جات ثاني اختي حتى هي مسكينه هي وخويا باتوا عندي، مع الفجر طحت ما عقلاش كنغوت كنغوت، وشوية كنسمع دا راجل كيتوضا باش يخرج للجامع مع الفجر، وكنشوفو بحال شادين داك الفروج كحل
قالوا لي شديه من هنا الى غوت راه مزيان، ما غوتش راه واعره لك، هي هذيك كتذبحيه هنايا غتولي لاباس عليك. عاودت الصباح لاختي وهذا قالت لي وراه شوفي وريو كاش ديري. قلت لها لا راه هادشي راه حرام ما ندير حتى شي حاجه، ما درت ابدا ما درت والو. صافي بقيت هكا كاين حتى غدا وانا كنزيده في التصطيه. داني لواحد الطبيب في المدينه نيت في ضربه ومار ديال الراس، دار لي الشبكه دار لي هذا ضرب لي هنايا وهنا. قال لي ما قال لي مرضك ما بانش ليا مرض. قال لي غتدخلها مادام ما عقلتش عليها يهوديه، قال لي دير لك الشبكه ديال الراس. دات لي الشبكه ديال الراس اللي ما عندها حتى شي حاجه. صافي خرج لي الهدروك 300 حبه، شربت وحده ما عرفتش راسي فين انا والبنيه والتربيه وعرفتي. قلت لهم ما نشربوش شو كدير لي. صافي بقيت هكا كاين، وليت اتجهت للرقيه. كندير الرقيه من 91 ل 2019 شهر 5 خديت الجرعه الاولى من هنا جيت. الحمد لله هي زادتني الام، ولكن الحمد لله الاعراض كيمشيو شي كتزاد وشي كتختلف. المهم هي هذيك ما كملش داك الفانيد، وليت انا الرقيات والطبه ما لا قياس بلا عدد والو. كنقول لهم بغيت شي دواء اللي غيمشي ليا لهاد البنت هذا اللي تضربت فيها، بغيت نرجع عقلي ونرجع شحال من حاجه ضاعت ليا. انا كنخدمي بعيني، ولادي منين يدخلوا راه كنشوفهم، منين يمشيو صافي راه انا مغيبه عليهم. هي هذيك بقيت كيما هكايا وكنبحث وكنشوف وندير الاعشاب ندير هذا والو، استفراغ ما كاينش الرقيه. المهم الحمد لله والشكر لله. بقيت نشوف هذا قولي في سميتو تقريبا في 2000 كنشوف هذا المركز ديال الدكتور هاشمي، وكان ما عرفتش واش كاين في كازا. كنشوف شي وحدين في تونس جزائر أكثرية. بقيت نقول الله هاد الناس كيعاودوا بحال المرض ديالي، ما عرفتش فين كاين هذا المركز ديال الدكتور الهاشمي. هي ديك بقات هكا هي اللي حتى 2019 سبحان الله العظيم. قلت والله تنشوف هاد النماري غنبقى مقابلها. تلقيت هنايا في شارع عبد المؤمن هي باش عيطت للدريات، عيطت لهم قالت كي راه حنا هكذا كاين، قالت لك ضروري تجي. جيت عندهم درت قولي 12 يوم جاتني الجرعه، اللهم لك الحمد. الاولى راه علمتني بزاف تراب صوتي صافي، وليت خاصني نعم مع رمضان، ورمضان ما كنتش كنصوم. الحمد لله هذا رمضان ديال 2019 صمت بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله عاودت الثانيه وليت تنعس بعدا الجرعه الاولى النعاس كاين، بديت تنعس ما كنتش كنعس، وليت كنعس الحمد لله. ولا كان زعما داك الشيء الاخر الاعراض كتزاد شي حاجه كتنقص. مي كان دهن رابح في هاد الرجل هادي تمال بحال البراوات كدقيني بيهم بحال البراوات في ذاتي كلها. وصافي تنقول انايا كيجوني في الوسواس، كنقول كداك الشيء ما عندك ما ديري بيه، كون ذبحتي كون راه وليتي لاباس عليك في رزقك في كل شيء. وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاحلام والخوف في الليل، ولكن الحمد لله بعد دابا وليت تنعس بوحدي واخا في البيت بوحدي نعس. كنتمناش شخص الضو يبقى شاعل ونبدا نطلي يكون جاي شي حد شي وسواس ما شاء الله. صافي الحمد لله الشكر لله. البنية كيفاش زعما رجعتي ليها زعما كيفاش كانت؟ لا لا البنية عاونتني اختها شويه كانت كبيره عاونتني فيها، ولات هي اللي كتربيها. هي تاهي هكاك مريضه شويه دابا هذه الثالثه تعالت الحمد لله اللهم لك الحمد. بقيت راحتي وليت شنو كيطرا فيك؟ انا ما كنسمع من الاولى كنطرفع كنعس لدابا الان ما عمري ما كملتهاش كنعس، اما نلقاها سالات واما نلقاها صافي قريب السالي دايرها نيت في التليفون عندي. عمرك سمعتيها كلها؟ لا عمري ما سمعتها. كيجيني واحد النعاس راه ما شاء الله، وإلا ما نعسش كتبقى هاد البلاصة اللي كتبقى تضرب هكا خصني نعس. الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد.
لا الحمد لله بزاف كاع احسن مما كنت مين بديت الدواء حيدت ذولي بران راه مخرجه ليا الطبيبه ديما يكون معايا الحمد لله بقيت كنشرب لا دواء ديال الراس لا والو حتى من السكر كان رتافع ليا شويه دابا بدا كينزل هي بدا كينزل منين بديت الحق ليا ثلاثه كان غير غرام و 50 غرام و 60 هكاك ولا الحق ليا ثلاثه المهم دابا ولا ثاني كيرجع اللهم عليك الحمد حيت متبع الدواء ديال اعشاب ديال السكر اللهم عليك الحمد كنوض انا مع الفجر كنبدا ديال السكر ديال السفان هو الاول كنصفو كندير الماء كيطيب كندير الاخر ثاني قسمين وكنصفيه كنمشي كنصلي الفجر ديالي كتلحق هذاك كيدفى شويه ثاني كنشرب كنفطر شويه كنقرب ساعه ونفطر الحمد لله مشيتي بهذه الطريقه ماشيه مع الطريقه نيشان ما كاين زعما وهذا وكنشرب الزيت ديال الحبه السوداء والماء ديال الرقيه عندي ثلاثه المرات في النهار كاس صغير في الصباح وفي الغداء وفي العشاء وزيت الجنوبات وعندي العسل مره واحده وعندي واحد الدواء كنشربو مع 11:30 هاد العشبه اخرى كنديرها مع 11:30 حتى هي قسمين في الماء طايب كنصفيها وكنشربها الحمد لله الشكر لله اللهم عليك الحمد كنشكر الدكتور الهاشمي الله يجازيه بخير والله يوفقه الله يوفقه ويوفقكم نتوما اللي خدامين معاه في هذا العمل الله يجازيكم بخير